هحكي لكم عن حاجة قريبة قوي من قلبي وهي الابتسامة. أنا بحب قوي أشوف الناس مبتسمة، بحب قوي أسمع الضحكة اللي بترن. وزمان كنا نقعد في البلكونة ونسمع ضحكات الجيران في ليالي الصيف، وكانت وطول عمر الضحكة والابتسامة، وحد يقابل حد سواء أعرفه ما أعرفوش ويقولوا لبعض أهلا، اللفتة دي اللحظة دي جميلة وبتدي دفء للمشتركين فيها واللي حواليهم. لكن للأسف أنا مفتقدة ده، ومش شايفة الابتسامة، ومش سامعة الضحكة اللي بترن. والموضوع ده مؤثر فيا، ومؤثر في حياتي، ومؤثر في طاقتي، وخانقني. العكس إن احنا شايفة الناس زعلانة من بعض، غضبانة من بعض، بتشك في بعض، بتكره بعض، منفصلة عن بعض، متفتتة عن بعض، عاملين زي خلية، الخلية عمالها تنقسم. الانقسام لما بيبقى طبيعي بيؤدي إلى نمو وبيؤدي إلى تطور، لكن لما بيبقى زايد عن حده وبيجري بسرعة فائقة في الاتجاه الغلط، دكاترة بيقولوا لنا إن ده الخلية أصبحت خلية سرطانية، اللهم احفظنا، قد تؤدي إلى موت الكيان الكل. مجتمعنا دلوقتي فيه الانقسام ده، فيه الانقسام السريع المرعب اللي مش عارفين نسيطر عليه. ناس كتيرة قالت إن الحل للمشكلة دي إن إحنا نعمل حاجة اسمها acceptance training أو diversity training أو tolerance، نعلم بعض ونتمرن على إن إحنا نتقبل الآخر، إن إحنا نتسامح مع الآخر، إن إحنا نبقى عندنا نوع من سعة الصدر وقبول الآخر. أنا هنا النهاردة عشان أقول لكم إن الأفكار دي وإن كانت نبع من نية صادقة وجميلة، فناخد فكرة التسامح، فكرة التقبل، فكرة التوليرنس والأكسبتنس، ونجيب كده كيس كبير نحطها في الكيس ونربطها ربطتين جامدين، ونطلع لأعلى برج وأعلى شباك ونحذفها لأبعد مكان، علشان مش نفع، عشان مش نفع ومش هتنفع، وهشرح لكم ليه من وجهة نظري طبعا. وأنا هكلمكم بناء على حاجات أنا مريت بيها شخصيا، فممكن تصدقوني وممكن لا. أنا عشت 10 سنين من حياتي تقريبا في دولة أوروبية من دول أوروبا الغربية اللي بتقدم نفسها وبتتفاخر وبتتباهى إن هي بلد عندها acceptance وtolerance وdiversity، وإن هم بيتقبلوا الآخر وبيتقبلوا الاختلاف، بل بالعكس بيشجعوه وبيحتضنوه. في الوقت اللي أنا كنت عايشة فيه في البلد دي ما كنتش لابسة إشارب، وشكلي ملامحي اللي ربنا خلقني بيها مش واضحة قوي هي جاية من فين، يعني مش واضح قوي أنا جاية من أنهي حتة في العالم، إضافة إلى أن أنا بتكلم إنجليش فلوينتلي، فبالتالي الناس ما كانتش تبقى عارفة تحددني. فالناس تتكلم معايا في سوبر ماركت، في الجيران، مدرسة أولادي، في الأول يتكلموا ويبقوا منبهرين جدا إن أنا بتعلم اللغة بتاعت بلدهم اللي هي لغة من اللغات الصعبة، ومنبهرين إن أنا عايشة معاهم ومبسوطة بالحياة الثقافية بتاعتهم. لحد ما يسألوني أنت جاية من فين؟ فكم جاس كده، كم تخمينة، إيطاليا، أسبانيا، أي دولة من دول البحر المتوسط أو أمريكا اللاتينية، في الآخر أقول لهم مصر. يتخضوا كده، إيه؟ لا، it's not possible. إحنا المصريين نعرفهم شكلهم مش كده. طيب، بس طبعاً أنت مش مسلمة. لا، مسلمة. طبعاً الوش كده بيتغير جداً بقى. بس أكيد بقى مسلمة على الورق، مش مسلمة ما practicing، مش بتمارسي الإسلام. أقول لهم لا، يعني بمارس الإسلام على قد ما أقدر، مش حاجة جبارة بس بمارس. هنا بقى الحديث كان بيوصل لنقطة وما كانش فيه من أول السطر، كان بينتهي. الموضوع ده تكرر كتير، ومش مع فئة معينة، اتكرر مع المثقف والغير مثقف،
مع الغني والفقير، مع الكاجوال اكوينتنس في السوبر ماركت، ومع واحده شكنا جنبي وشايفاني وبنودي اولادنا المدرسه مع بعض. فحصل كتير. الاحساس ده والحوار ده ادى الى شعور بالغصه عندي، بالغربه، احساس وحش قوي. وبعدين ادركت ان كلمه التسامح وكلمه الاكسبتنس اللي هم بيستعملوها، هم بيستعملوها بمعنى غير المعنى اللي انا فاهماه. هم لما قالوا لي ان احنا بنتسامح معاكي، لما احنا بنتقبلك، اتابي كان في فاين برينت في العقد، كان في كلام رفيع صغير مكتوب تحت في العقد كده بتاع التسامح وعقد بتاع التقبل ده، هو انا الظاهر ما قريتوش، او كان مكتوب بالحبر السري او اي دونت نو. بس في الواقع هم مفهومهم لكلمه الاكسبتنس كانت معناها ان احنا هنتقبلك طول ما انت بتعملي محاولات جاده انك انت تسيحي في وسطينا، تندمجي معانا، تبقي واحده مننا. ففي المرحله دي، في المحاولات دي، احنا هنساعدك وهنتقبلك، لكن لو انت قررتي تقفي في نص السكه وتحتفظي بالحاجات بتاعتك، تراثي، شخصيتي، عاداتي، تقاليدي، اجزاء من ديني، اي حاجه بتاعتي مش بتاعتهم، لو انا تمسكت بيها ومنعتني الحاجات دي من انا ادوب في وسطيهم. عشان كده عندهم كلمه مهمه قوي، انتجريشن، مهمه قوي ان انا ادوب في وسطيهم تماما. لو انا ما عرفتش اعمل كده، يبقى الاكسبتنس اللي هم كانوا بيدهولي بصدر رحب اتسحب من تحت رجليا، واخدت هدرة على ظهري لا احسد عليه. موقف ده موقف غربه، موقف الانسان عايش على الحواف، على الجوانب، بيبص لجوه ومش واحد من المجموعه، غير مقبول، ملفوظ، احساس مؤلم. والاحساس ده مش بس لما الواحد يعيش في بلد مختلف عن بلده، ده ممكن الواحد يحس بالاحساس ده جوه بلده، جوه بيته، مع اهله، ويبقى في نوع من الاكسبتنس او القبول المشروط. هنقبلك لو عملتي كذا كذا كذا، لو ما عملتيش كذا يبقى انت السبب في عدم القبول، انت تتحملي عواقب اللي احنا هنضطر غصب عننا نقدمها لك. فالتجربه دي over the years خلتني احس ان موضوع الاكسبتنس ده والتولرنس حقيقي كلام، بس الافعال مش مطابقه للكلام. مثل تاني هديهولكوا انا حسيت بيه بشده في مرحله معينه في عمري، مثل من او تجربه مع عالم من العوالم اللي احنا كلنا بنحتك بيها بطريقه او اخرى، عالم برضو بيقول لنا ان هو بيحب الابتكار وبيحب الكرياتيفيتي وبيحب الاختلاف وبيحب الجديد المتطور. العالم ده عالم الفن والموضه والازياء، وكل سنه بنشوف عروض الازياء فيها حاجات غريبه ما تخطرش على البال، وحاجات رائعه واختلافات مختلفه كل سنه. ففي الوقت بقى اللي انا كنت لسه مراهقه ونفسي اكون ملكه جمال الكون، ونفسي جدا ان انا اكون يتقال عليا ان انا حلوه، كان مهم قوي عندي في السن ده ان انا يتقال عليا كده. فكان قلت طيب هم بقى بتوع الموضه وبتوع الازياء قالوا لي ابتكري، بي يور سيلف. فاي ستارتد تو تراي، حاولت ان انا اكون ماي سيلف وان لبسي يعبر عن شخصي. فجاه اتصدمت، الكلام اللي قاله لي غير الواقع. لقيت ان انا لو ما لبستش زيهم، ما عملتش الشكل اللي هم بيقولوا لي عليه، يبقى انا كده مش شيك، مش حلوه، مش سكسي، مش اتراكتيف، مش ابيلينج، كل المش. طبعا بالنسبه لواحده في سن مراهقه حاجه مؤلمه جدا. فقعدت سنين طويله بقول الله انا لازم اكون اقدر البس سكيني جينز، اعيش حياتي بعمل رجيم وبروح الجيم for the wrong reasons، مش للصحة بس عشان حد يقبلني. طب افرض جسمي ما استجابش، افرض ما قدرتش، افضل حياتي ضميري مأنبني اني اكلت بسكوتة زيادة وضحيت بهدف الجمال والوصول الى الرشاقة
مش عايزة، أنا مش عايزة أحس إن اللي أنا بعمله ده حاجة مخزية، حاجة بتضحي بقبول ناس مهمين بالنسبة لي. عديت سنين طويلة قوي وأنا عندي غصة جوايا وحاسة إن أنا number two، never إني وصلت number one، لحد ما وصلت للقناعة جوايا إن I don't care، I really ما تفرقش. ولما هزيت كتافي كده وقلت طز، كنت أعنيها من قلبي، أنا هلبس اللي أنا عايزاه وجسمي مش هيبقى يقدر يخش في سكيني جينز، ومش عايزة أبص على ضوافري مقصوصة ازاي، ولا شعري شكله ايه، ولا سناني بتلمع ولا ما بتلمعش للدرجة الكافية اللي هما بيقولوا لي لازم تكون. بيقولوا لي ازاي أعمل ضوافري؟ ازاي؟ Who cares على ضوافري شكلها ايه؟ فالعملية دي بالنسبة لي لما حد يقول لي ده اللون بتاع السنة اللي فاتت، انت لابسه لون السنة اللي فاتت، يعني ايه لون السنة اللي فاتت يا جماعة؟ انا مش فاهمة، انا بحب الازرق هلبسه كل سنة. فقررت ان I don't want to be accepted، مش عايزاهم يقبلوني anymore، ما تفرقش معايا. بس انا وصلت كده في السن بعد سنين من المعاناة، عشان كده عايزة اقول للناس ما تحطوش املكوا على ان حد يقبلكوا. عايزه اقول ان موضوع القبول وعدم القبول ده مرتبط بحاجه تانية كمان مهمه جدا. انا عشان اقبل حد قبل ما اقبله لازم اعرفه، لازم اعلبه واغلفه، ولازم ابططه وافعصه واحطه في علبه عشان سهل التعامل معاه. ده راجل، دي ست، ده مسلم، ده مسيحي، ده سلفي، ده اخواني، ده شوعي، ده كذا، ده كذا، ده كذا. بتسهل التعامل، بتسهل ان انا اقبله او ما اقبلوش. انا مش عايزه اتحط في علبه، انا مش عايزه حد يفعصني ويطبقني ويقصقصني ويشيل مني حته عشان يحطني في علبه عشان يقدر يتقبلني او ما يتقبلنيش. انا مش عايزه ده. ومش بس كده، انا ما اقبلش ان انا اعملها في حد. اصل التقبل والتسامح ده ليه شقين وجهتين. علشان انا ادور على التقبل والتسامح من الاخر، معنى كده ان في حد بيديهولي، معنى كده ان في حد بيمن عليا بالتقبل، بيقول لي اه برافو شطوره، عملتي المواصفات، وفيتي بالطلبات، هنديكي دلوقتي التسامح. ومش قايلين في السر كده هوت، لكن مفهوم بنظره العين، ان لو شرط من الشروط دولت غيرتيه هيتسحب التسامح. يعني معنى كده ان في يد عليا بتدي لليد السفلى، في حد بيمن عليا وانا بتقبل. This is unethical. This is immoral. انا ما قبلوش، انا ما قبلش اعمل كده في حد، وما قبلش ان حد يعمل كده فيا. فانا عايزه اقول ان please don't accept me. لو سمحتوا ما تتقبلونيش، كانت بتيجي بشروط. ما تتقبلونيش وما تتسامحوش معايا اذا كنتم متوقعين ان انا هوفي شروط معينه او هتسحبوا السجاده من تحت رجليا. وعايزه اقول ما تتقبلونيش وما تتسامحوش مع وجودي، علشان في الحقيقه انا فعلا موجوده. Thank you.